وكنا نخوض مع الخائضين، مثل هلا هاي وسائل التواصل الخبيثة هاي اللي ظهرت من الكم سنة الأخيرة. والله يا أخواننا، والله يا شباب، والله مضيعة للوقت ومضيعة للعمر ومفسدة. يعني هلا صاير هذا كلاتنا مبتلون به، انتبهنا؟ يعني ماسكين هالوسائل وقاعدين، بيجي الواحد شغلة بيبعتها، بيجي بيبعتها. طب انت قبل ما تبعتها فكرت؟ فكرت قبل ما تبعتها؟ هذا نخوض مع الخائضين، عرفتوا؟ يعني شو الناس، يلا نحن شو بيقولوا بالعامي، مع الخيل يا شجرة، سمعانين هذا المثل؟ مع الخيل يا شجرة، يعني يلا خلص، إذا جن ربعك جن معه، إذا جن ربعك عقلك ما ينفعك. إيش هالكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكن أحدكم إمعة، عرفتوا شو الإمعة؟ يعني شو بيعملوا الناس بعمل مثلهم، كما قال الشاعر الجاهلي: وما أنا إلا من غزية، غزية قبيلته، يعني إذا غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. إن الإسلام ما بده يعني هيك. قال عليه الصلاة والسلام: ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساء الناس أن تتجنبوا إساءتهم. انتبهنا؟ هي نخوض مع الخائضين. فالله يرضى عليكم، مو كل شيء بيجيكم على وسائل التواصل تروحوا تبعتوه لفلان وعلان وعمم وانشر تؤجر من الكلام الفاضي هذا. ايش انشر تؤجر؟ وبتلاقي كلام مصفوف. هلا انا ممكن جيب واحد يجيب صوره ايمن سويد ويحط ويصف هو بايده كلام تحتم منها ويقول لك ايمن سويد يقول كذا، ظهر على حقيقته، مدري شو. ايه بيجي واحد بيقول لك يا لطيف شو هذا، يلا بعته، وهو يرى انه يتقرب الى الله عز وجل. لك هي صورة بتحسن تجيبها من أي موقع، وهذه الكتيبة كاتبها واحد، إيش دراك أنه صاحب هذه الصورة قال هذا الكلام المكتوب؟ إيش دراك؟ سواء كان الكلام مدحا أو قدحا. هذا اللي عم يصير فينا، بيجينا صورة ثابتة لفلان وتحت منها كلام مصفوف، يا لطيف هيك فلان قال، يخرب بيته، الله أكبر عليه، يلا ابعد. لك يا أخي شو دراك؟ ليش ما يكون اللي عاملها مفتري كذاب بده يتسلى أو بده ينتقم من صاحب هذه الشخصية؟ وربنا قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما قال فأرسلوا تؤجروا. الله يرضى عليكم، ها، لا ترسلوا أشياء عبارة عن نص مكتوب وصورة، لا ترسل، ما منها فائدة. ولو وصلتك، وصلتك محيها وبس، خليها تنتهى عندك، انتبهنا؟ لا تكن أداة في نشر الكلام الذي لا دليل عليه. وشو الفائدة؟ وشو الثواب المرجو من ذلك؟ انتبهتوا كيف؟